آدم هو أبو البشر وسمي بهذا الاسم. قيل سمي بهذا الاسم لأدمة فيه، يعني فيه سمرة، لكن ليس هناك دليل. بل إن السمرة في اللغة العربية تطلق على الأبيض الذي ليس بناصع بياض، ولذلك يطلقون، يعني العرب يطلقون على الناقة البيضاء يطلقون عليها أنها سمراء. ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبيض الوجه، جاء في سنن الترمذي أنه أسمر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أسمر مع أنه قال أبيض؟ يعني أنه أبيض ولكن بياضا ليس أمهقا، يعني ليس شديدا، وإنما هو بياض مشرب بحمرة. وقيل مأخوذ من أديم الأرض، وهو الأقرب، لأن آدم خلق من أديم الأرض، يعني من ظاهر الأرض، ولذلك يطلق على جلد البهيمة أديم. لما؟ لأنه هو الأعلى عليها. كيف خلق؟ انظروا سبحان الله، وكل يقيس على حاله. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله آدم قبض قبضة من جميع الأرض. لم يخلق من طينة معينة أو من بلدة واحدة، لا، من جميع الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم خلقه من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم منهم الأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والصعب وبين ذلك. انظر، ذكر شيئين ما يتعلق بالصفات الخلقية وبالصفات الخلقية. الأرض منها ما هو أبيض وما هو أحمر وأسود وبين ذلك، ومنها ما هو سهل، لما تضرب في الأرض بعضها سهلة وبعضها صعبة وبعضها بين ذلك. فيقول: جاء بنو آدم منهم الأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والصعب وبين ذلك.